مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يد الوفاء تشاهدون فيها. في محافظة الديوانية، النائب عبد الإله النائلي يقيم احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى تنفيذ حكم الإعدام بصدام. مديرية شهداء ديالى توزع وجبة جديدة من مبالغ بدل الوحدة السكنية بين ذوي الشهداء في المحافظة. الطالب هيثم عبد الزهرة جعفر ينال شهادة الدكتوراه في الفقه عبر قناة مؤسسة الشهداء. ومن أخبار مؤسسة الشهداء نتابع: رئيس مؤسسة الشهداء يفتتح مدرستين ابتدائيتين في البصرة بعد إعادة تسميتهما باسمي اثنين من شهداء المدينة. افتتح رئيس مؤسسة الشهداء الدكتور عامر الخزاعي مدرستين ابتدائيتين في محافظة البصرة بعد إعادة تسمية الأولى باسم الشهيد رياض مطشر والثانية باسم الشهيد علي جعفر المنصوري، كما افتتح نصبين للشهيدين تخليدا لذكراهما. الدكتور الخزاعي أكد أن افتتاح المدرستين يأتي في إطار الحملة التي أطلقتها مؤسسة الشهداء لتسمية الشوارع والساحات العامة والمرافق الحيوية بأسماء الشهداء، مشيرا إلى أن اهتمام المؤسسة بهذه النشاطات يمثل جزءا من مشروعها الثقافي الذي يهدف إلى التعريف بالشهداء وتضحياتهم وتكريس الشهادة كقيمة عليا. افتتاح مجسمتين لشهداء في انتفاضة 17/3 في مدرستين في الجمهورية. بعض الشهداء كانوا من أبناء المدارس، نفس المدارس، الشهداء من نفس المنطقة، من منطقة الجمهورية، وكذلك لهم مواقف ملهمة. ونحن قررنا في مؤسسة الشهداء بأن تسمى المسميات العامة المدارس بأسماء الشهداء وتحيا لهم مجسمات وذكريات هنا، الهدف منها يعني بث ثقافة الشهادة وإلهام الأجيال بالشهداء الذين قدموا دمائهم للعراق. عضو مجلس رعاية ذوي الشهداء رائد الياسري من جانبه أكد أن إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع والساحات ونشر صورهم وإقامة النصب التذكارية لهم في الأماكن العامة يمثل توجها تبنته مؤسسة الشهداء في المرحلة الثقافية من عملها، لكي تظل تضحيات الشهداء راسخة في ذاكرة الجيل الجديد. مؤسسة الشهداء من ضمن مناهجها أعمالها في السابق وفي الحاضر هو تخليد الشهادة، حيث ننظر للشهيد من ناحيتين، الناحية المعنوية والناحية المادية. فمن الناحية المعنوية ترسيخ مفاهيم الشهادة لدى الأجيال القادمة ولدى الناس، وإظهار مظلومية الشهداء وما قدموه من خلال مقارعتهم للنظام السابق وتقديم أغلى ما لديهم وهو روحهم ودمهم، وتركوا الأيتام والثكالى والأرامل. والآن قامت مؤسسة الشهداء بنصب تذكاري داخل المدرسة في مدينة البصرة، حيث تمثل الأجيال القادمة ما قدمه هذا الشهيد، وسوف تناقل الأجيال من جيل إلى جيل مفهوم الشهادة ومفهوم الحاكم الظالم الذي ظلم الشعب العراقي، وبالنتيجة لقد انتصرت الشهداء وانتصر الشعب. عضو مجلس الرعاية بشرى الموسوي تؤكد نجاح مؤسسة الشهداء بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء في إنجاز عدد كبير من ملفات الرواتب المتراكمة للشهداء من الموظفين. أكدت عضو مجلس الرعاية في مؤسسة الشهداء بشرى الموسوي نجاح المؤسسة وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء في إنجاز عدد كبير من معاملات الرواتب المتراكمة للشهداء
منذ تاريخ الاستشهاد أو الاعتقال، داعية ذوي الشهداء من الموظفين والعسكريين إلى مراجعة المؤسسة ومديرياتها في حال حصول أي تلكؤ في إنجاز معاملات صرف الرواتب المتراكمة للشهيد. طبعا الكثير من الوزارات أنجزت تقريبا 90% من ملفاتها، ونحن شاكرين إلى كافة الوزارات. وأما عندنا وزارة الدفاع، طبعا صار هناك عقد اجتماع خاص بحضور معاون الأمين العام لشؤون الوزارات والمحافظات، أيضا مشكورا معاون الأمين العام لأنه تبنى هذا الموضوع بكل مصداقية طبعا، ويتابع مع الوزارات ويحث مؤسسة الشهداء على أن تتابع. وأيضا هناك منسقين من قبل مؤسستنا مع كافة الوزارات، وأرسلنا أسماءهم إلى الأمانة العامة، ونتابع نحن مع الأمين العام إلى أن جزنا هذا الملف بشكل قد يكون كامل. فقط عندنا وزارة الدفاع تأخرت يعني، ولكن الآن أنجزت وصرفت يعني حتى هذه اللحظة 63 اسم بالنسبة للمراتب والضباط والمكلفين إن شاء الله إحنا رافعين. طبعا الشهداء العسكريين مشمولين بالكامل، حتى المكلفين، حتى الجندي المكلف أيضا مشمول، اعتبرناه مكلف بخدمة عامة. وأي شكوى تقدم إنه خصوصا إلى لجنتنا نحن نتابعها، ونحن ندعو من خلال هذا المنبر إلى أي مشكلة يعاني منها ذوي الشهداء بخصوص الرواتب المتراكمة تأتي إلى مقر المؤسسة وتقدم شكوتها، وإن شاء الله إحنا عندنا منسقين مع كافة الوزارات لإنجاز هذا الملف. الموسوي أشادت بجهود معاون الأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون الوزارات والمحافظات الأستاذ رحمن عيسى والمعنيين في وزارات الدولة ومؤسسة الشهداء في متابعة هذا الملف لحين إنجازه. طبعا باسم رئيس المؤسسة ابتداء وباسم المسؤولين في هذه المؤسسة وباسم أعضاء مجلس الرعاية، نشكر معاون الأمين العام لشؤون الوزارات والمحافظات لتبنيه هذا الملف وإنجازه بالشكل الكامل، وشكرنا الجزيل لكافة الوزارات التي أنجزت هذه الملفات وتعاونها المستمر مع ذوي الشهداء. وأيضا نقدم شكرنا أيضا إلى منسقينا في كل الوزارات، وأيضا نحن مستعدون ورئيس المؤسسة ويدعم ذوي الشهداء ماديا ومعنويا. أهلا بكم من جديد. أقام عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين والضحايا البرلمانية عبد الإله النائلي احتفالية كبرى في محافظة الديوانية بمناسبة الذكرى السنوية لإنزال القصاص العادل برأس نظام البعث البائد. التفاصيل في التقرير الآتي. حين وضع دولة رئيس الوزراء السيد نور المالكي إمضاءه المبارك على قرار تنفيذ القصاص العادل بصدام، وضع حداً لعذابات الضحايا وكفكف دموع الثكالى ممن فقدنا الأحبة على يد نظام البعث البائد، فصار ذلك اليوم مناسبة للاحتفال بطي صفحة البعث البائد إلى الأبد. في ذكرى تنفيذ حكم الإعدام بصدام وتحت شعار اليد التي وقعت على إعدام الطاغية سيخلدها التاريخ وستبقى الجماهير وفية لها، احتضنت قاعة نقابة المهندسين في الديوانية الاحتفالية الكبرى التي أقامها عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين والضحايا البرلمانية عبد الإله النائلي. المرة الثالثة التي نقيم هذا الاحتفال السنوي بذكرى إعدام الطاغية صدام في 29/12/2006، هذه الذكرى التي يجب أن يخلدها جميع العراقيين في ذاكرتهم وأن لا ينسوها أبدا. اليوم حضر جميع يعني جمع كبير من ذوي الشهداء، السجناء السياسيين، جميع أبناء محافظة الديوان لكي يتم إحياء هذه المناسبة، ولكي نستذكر أيضا الجرائم التي خلفها النظام البائد في فترة 35 عام من نظام البعث. استذكرنا المقابر الجماعية، آهات وأنات الشهداء والسجناء. اليوم نوجه أيضا نداء لكافة الفضائيات العراقية أن تهتم بهذه المناسبة وأن تسلط عليها الضوء، لأنها جزء من تاريخ العراق الحديث الذي يجسد حقبة سابقة من نظام البعث،
وبالتالي يجب على جميع الفضائيات والإعلام العراقي الحي الحر أن يسلط هذا الضوء على هذه المناسبة، وكذلك مناسبة 9/4/2003 التي سقط فيها نظام البعث وانتهى إلى الأبد. ذو الشهداء رأوا في إعدام صدام جزاء عادلا لما اقترفته يداه من ظلم طال العراقيين بمختلف انتماءاتهم، ليؤكدوا أن الاحتفال بهذه المناسبة مناسبة لاستذكار تضحيات الشهداء في مقارعة نظام البعث البائد، مشددين على ضرورة مواجهة الأصوات النشاز التي تدعو إلى عودة البعث المحظور إلى الساحة السياسية في العراق الجديد. أوجه باسم عوائل الشهداء وباسم كل مظلومين وغيارة من أبناء بلدنا العراق الشكر إلى جناب الأستاذ نور المالكي لإقدامه على هذا الفعل العظيم وتوقيع على إعدام الطاغية الذي أتلج به صدورنا. واليوم مثل ما تعرفون لا زال ارتباط بين الماضي والحاضر، فنرى الوجه الآخر للصداميين ألا وهم التكفيريين الذين يريدون بالعراق الدمار والخراب وجره نحو الهاوية. وأنا من مكاني هذا وباسم كل عراقي شريف غيور أود أن أوجه كلامي لهؤلاء الشردمة الأنجاس الجبناء، وأقول هذا قولي وأعنيه، لو لم يكونوا جبناء لما اختفوا في سواد الليل، لو كانوا أحرار لبرزوا كما برز أخواننا وقارعوا ذاك النظام المقبور. نقول لهم هذا مطلبكم لا ولن يكون، دماؤنا وأبناؤنا وأموالنا جسور لعبور هذا البلد إلى شاطئ الأمان. والله 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 ثم والله لا ولن يعود البعث ومجرميه، ولن يعود السواد إلى أرض بلدي. اليوم تمر علينا ذكرى وهي إعدام هدام اللعين طاغية العصر، هذا الذي عاب بالأرض فسادا وقتل الكثير من رواد الحركة الإسلامية وقتل الكثير من أبناء العراق، وحتى دول الجوار لم تسلم منه، حيث مغامرة يوما باتجاه إيران ومغامرة يوما باتجاه الكويت وأخرى باتجاه الجنوب وأخرى باتجاه الشمال. حقيقة اليوم أيضا يقتلون نفسهم البعثيين بالشوارع وهم يمثلون اليوم القاعدة وداعش، هؤلاء السفل الذين حرموا ما حلل الله وحللوا ما حرم الله، يوم ينحروا الأطفال ويقتلوهم، يوم بالكواتم، يوم بالأحزمة، يوم بالسيارات، هؤلاء الذين لم يسلم أي مخلوق منهم ومن قتلهم. وعلى هامش الاحتفالية أكد النائب عبد الإله النائلي على ضرورة مؤازرة الجيش العراقي وهو يخوض حرباً ضد الإرهاب الذي تحالف معه البعثيون من أجل ضرب المنجزات التي تحققت في العراق الجديد، داعياً إلى موقف موحد في التصدي للبعث ولفظه خارج العملية السياسية كي تهنأ أرواح الشهداء وتقر عيون ذويهم. الجيش العراقي نحييه تحية منا وهو يهاجم الإرهاب الذي هو الوجه الثاني للبعث، القاعدة والبعث وجهان لعملة واحدة. اليوم الجيش العراقي الباسل يحارب القاعدة وتنظيمات البعث التي كانت المأوى الأول للإرهاب في العراق، يحاربها في الرمادي لكي لا تنطلق إلى المحافظات الآمنة التي رأينا بأن الإرهاب يصدر من تلك الأماكن لكي ينطلق إلى جميع المحافظات وبالتالي يزعزع الأمن في المحافظات الآمنة. أيضا تحية منا إلى الجيش العراقي الباسل وهو يحمي الوطن ويدافع عن العراق بأجمعه وضد التجربة السياسية. وبإعدام صدام أسدل الستار على واحدة من أقصى المراحل في تاريخ العراق المعاصر، بعد أن خضع إلى محاكمة عادلة لم يحظ أي من شهداء العراق بعشر معشارها. We'll be right back.
تواصلا مع جهود مؤسسة الشهداء في توفير السكن الملائم لذوي الشهداء، أقامت مديرية شهداء ديالى احتفالية كبرى لتوزيع مبالغ البدل الوحدة السكنية لوجبة جديدة من ذوي الشهداء في المحافظة. ما هذا التقرير؟ وهي تودع عام 2013، أرادت مديرية شهداء ديالى أن يكون هذا العام متميزاً في مجال جهودها المكملة لجهود مؤسسة الشهداء، والتي تهدف إلى توفير السكن اللائق لذوي الشهداء تعويضاً عن الحرمان الذي عاشوه في حقبة حكم نظام البعث البائد. وتواصلاً مع ما قدمته مديرية شهداء ديالى في هذا الاتجاه، أقامت المديرية احتفالاً كبيراً لتوزيع وجبة جديدة من مبالغ بدل الوحدة السكنية لعدد من ذوي الشهداء في المحافظة، حضره المسؤولون في المحافظة وجمع غفير من ذوي الشهداء. أقامت مديرية شهداء ديالى صباح هذا اليوم في محافظة ديالى وبحضور السيد رعد فارس الماس نيابة عن رئيس مؤسسة الشهداء احتفالا بمناسبة توزيع العوض المالي لأوائل الشهداء البالغة 82 مليون و950 ألف دينار للعائلة التي لديها شهيد واحد، و124 مليون و425 ألف دينار للعائلة التي لديها أكثر من شهيد، حيث قامت المديرية في هذا العام في عام 2013 بتوزيع أكثر من 23 مليار و425 ألف دينار لعوائل الشهداء في المحافظة، كما قامت بتوزيع أكثر من 130 مليون كمنحة عقارية أيضا لذوي الشهداء. توفير السكن اللائق لذوي الشهداء جزء من إرادة مؤسسة الشهداء في تعويض ذوي الشهداء عن الحرمان الذي عاشته هذه الشريحة المهمة طيلة أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، وهي عمر الدكتاتورية في العراق، ليضاف هذا الحق إلى الحقوق والامتيازات الأخرى التي كفلها قانون المؤسسة إلى ذوي الشهداء. هذا الاجتماع الهدف الأساسي منه هو تخليد ذكرى الشهداء وتخليد الشهداء، تخليد رسالة الشهداء، تخليد التضحية والإيثار الذي قدمه الشهداء، وكذلك تكريم عوائل الشهداء وتكريم ذوي الشهداء الذين لحقهم الضرر البالغ جراء تصديهم وجراء مواجهتهم للظلم والظالمين. نحن هذا اليوم فعلا قد تم توزيع جزء من الحقوق والامتيازات التي تقدمها هذه المؤسسة لعوائل الشهداء، تم هذا اليوم توزيع مبالغ البدل الوحدة السكنية، هذا فعلا جانب من الحقوق التي تقدمها المؤسسة، وهي التي فيها جوانب كثيرة، منها بدل الإيجار، ومنها الإعانة المادية، ومنها إعانة العلاج، ومنها الهدايا للطلاب، ومنها الرحلات الترفيهية، السفرات الترفيهية، وكذلك جوانب أخرى. في العراق الجديد يقر العراقيون بأن كل ما يعيشونه من واقع سياسي وأجواء ديمقراطية لم يكن له أن يتحقق لولا دماء الشهداء وتضحيات ذويهم في حقبة الدكتاتورية البغيضة. من هنا يأتي توزيع بدل الوحدة السكنية في مديرية شهداء ديالى عرفانا من العراق الجديد لدماء الشهداء. هذا يعتبر جزء من الوفاء لهؤلاء الشهداء الذين قدموا دماءهم من أجل العقيدة ومن أجل بقاء حركة الإسلام باقية إلى الأبد. نحن إذ نقدم لهم هذه المعونات، معونات هي قليلة لا تجزي عن قطرة دم واحدة سقطت في سبيل الله، لكننا نعرف بأن لهم عوائل، ولأن لهم متعلقات، ولأنهم زوجات، ولأنهم عندهم طلاب وغير ذلك. فارتأت مؤسسة الشهداء
ومن باب الوفاء لهؤلاء بهذا البدل النقدي لكي يعينهم على جزء من حياتهم المتبقية، لكن هذا شيء قليل. نحن إن شاء الله وعلى المدى نكون أوفياء لهؤلاء الشهداء، لأننا ما وصلنا إلى هذا ولا ما أنعمنا بهذه الحرية إلا بدماء هؤلاء الشهداء. فوفاء منا لهم أن نحضر مجالسهم أو أن نحضر توزيع منحهم أو غير ذلك، وفاء لهم ولدمائهم. وإذ تقترب مؤسسة الشهداء من حسم ملف توفير السكن اللائق لذوي الشهداء، فإنما لتؤكد حرصها على تعويضهم عن عقود من الإهمال والتهميش عاشوها في حقبة حكم نظام البعث البائد. في كلية الفقه بجامعة الكوفة حصل الطالب هيثم عبد الزهرة جعفر على شهادة الدكتوراه في الفقه بتقدير امتياز ليلتحق بقافلة الطلبة من ذوي الشهداء الذين ينالون شهادات عليا عبر قناة المؤسسة. لنتابع هذا التقرير. شهدت كلية الفقه في جامعة الكوفة مناقشة أطروحة الدكتوراه للطالب هيثم عبد الزهرة جعفر الموسومة، المباني الأصولية عند المحقق النائني وأثرها في الاستنباط الفقهي. لجنة المناقشة التي تألفت من الدكتور صاحب حسين نصار رئيسا قررت بعد مناقشة مستفيضة منح الطالب شهادة الدكتوراه في الفقه بتقدير امتياز. رئيس لجنة المناقشة ثمن موقف مديرية شهداء النجف الأشرف في دعم الطالب هيثم عبد الزهرة جعفر باعتباره من ذوي الشهداء. هذا الموقف الذي كلله مدير المديرية بحضوره جلسة مناقشة أطروحة الدكتوراه. حقيقة في هذا اليوم الرائع العلمي نناقش أطروحة الدكتوراه لأحد ضحايا النظام هو من ذوي الشهداء، وطبعا عودتنا مديرية شهداء النجف على مواقفها الرائعة في الحضور في هكذا مناسبات لتطيب الخواطر لأبناء الشهداء وذوي الشهداء. نوقشت اليوم رسالة تتعلق بأهم معقد من معاقد فكر الإمامية الأصولي، ويتعلق بشخصية فذة قد أسست ونظرت لكل النظريات الأصول التي ظهرت فيما بعد، لأن مدرسة السيد الصدر والسيد الخوئي إنما اعتمدت على آراء الشيخ المحقق النائين المتوفى سنة 1355، وقد أجاد الطالب في مباحثه وفي عرضه وكيفية الوصول إلى النتائج المترتبة والتي أثرت في عملية الاستنباط، فلذلك أن جهده كان واضح وبارز في هذه الرسالة، فجزاه الله خير الجزاء وإلى مزيد من التوفيق والعمل في قابل الأيام. كما نشكر مؤسسة الشهداء على حضورها وعلى تفاعلها مع هكذا رسائل، وشكرا. وكدأبها في رعاية طلبة الدراسات العليا من ذوي الشهداء، ظلت مديرية شهداء النجف الأشرف تتابع الطالب هيثم عبد الزهرة جعفر منذ قبوله في الدكتوراه حتى حصوله على الشهادة العليا، لتؤكد حرصها على دعم الطلبة من ذوي الشهداء تقديرا لتضحياتهم. ليس هذه المرة الأخيرة أو التالية، فلا زالت مديرية شهداء النجف الأشرف ترعى وبتوجيه من معالي رئيس المؤسسة دكتور عامر الخزاعي طلبتنا الأعزاء بتكملة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، وحثهم على نيل هذه الشهادة بعدما أن كانوا محرومين مضطهدين من قبل زمرة البعث الصدامي الكافر في تلك الحقبة المظلمة، حيث كانت الدراسات مختصرة على الرفاق وأبنائهم. فاليوم في عراقنا الجديد يكرم ذوي الشهداء ويقف موقف لرفع الحيف والظلم الذي عانت منه عوائل الشهداء. فاليوم تشرفنا في جامعة الكوفة بحضور مناقشة الأخ العزيز ميثم عبد الزهرة في أطروحته ورسالته في بحثه الموسوم، ونحن سعداء بتخرج وحصول الطالب على هذه الشهادة العليا. وإذ تمنح مؤسسة الشهداء المتفوقين من ذوي الشهداء فرصة مواصلة الدراسات العليا، فإنما لتثبت أنهم قادرون على النجاح والحصول على الشهادات العليا التي منعوا من نيلها قسرا في عهد الدكتاتورية البغيضة.
مشاهدينا الكرام، بهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج يد الوفاء. راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة. حتى نلتقيكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.